قبل الحديث الفني بننعي ببالغ الحزن والأسى واحد طبعا من نجوم كرة القدم المصرية واللي سبق ليه تمثيل كل من الإسماعيلي والشرقية الكابتن محمد أبو أمين اللي وفاته المنية يوم الجمعة الماضية. طبعا يعني بنسأل الله المغفرة ليه ولأهله الصبر والسلوان. كابتن عبد الظاهر، يعني دايما بنشوف نجوم كتيرة جدا بيطلعوا من الأقاليم ونجوم طبعا بيكونوا عندهم فرص إنهم يمثلوا الأندية دي، يعني طبعا رحم الله الفقيد، وأعتقد دايما بنشوف في الأندية دي نجوم كتير مش بس كابتن محمد أبو أمين ولكن الشرقية قدم لنا أجيال كتيرة جدا. طبعا أكيد طبعا، وأبو أمين كان بالنسبة لنا رمز، يعني احنا ممكن ما نكونش شفناه قوي لكن الاسم كبير والاسم يعني من علامات كرة القدم في مصر، فطبعا لا دايما كان يتقال الإسماعيلي أبو أمين، فطبعا لا ألف رحمة ونور عليه يا رب كده وربنا يصبر أهله. طبعا الشرقية انا عشان انا من الاقاليم المنصوره فانا احس بهم اكتر طبعا، وانا واحد من الاقاليم اللي طالع من نادي المنصوره، بزعل جدا لما يكون بحجم محافظه الشرقيه 8 مليون نسمه، يعني ما جينا نذاكر الماتش ونشوف الاخبار ايه في الشرقيه بتتكلم 8 مليون نسمه، يعني بتعتبر تاني او تالت محافظه عدد سكاني موجود فيها، يعني ده بيرجعنا لعمليه إن لازم يا جماعة الاستثمار يدخل في الكورة، واللي ماسكين الكورة لازم يكون ناس على وعي كبير، لأن أنت مش بتمثل مستثمر، أنت راجل بتمثل بلد ومحافظة كبيرة. فطبعا دكتور حمدي مرزوق طبعا رئيس النادي، يعني الله يكون في عونه، أكيد الإمكانيات مش أحسن حاجة، المحافظ هل بيشتغل مع الفريق ولا مهتم بالرياضة ولا لأ، كل العوامل دي بتأثر في المحافظات اللي زي الشرقية والمنصورة والإسماعيلية والمحلة، كل الأندية الجماهيرية دول. لكن يعز علينا جدا إن فريق زي ده يوصل درجة تالتة، صعب جدا لما تيجي تذاكرهم. كان عندهم مدرب اسمه محمد عبد الرحمن، ده كان كويس جدا، ماشي بهم كويس بشكل كبير جدا، من 44 ماتش خسارة ماتش واحد، كان نفسي يعني لما تيجي تقرا كده تلاقي كان نفسي ده يكمل. لكن طبعا البلاد اللي زي الشرقية بيبقى فيها عدم استقرار دايما، ودايما الفيسبوك والسوشيال ميديا بتبقى عامل ضغط كبير جدا على مجلس الإدارة وعلى المسؤولين عامة في المحافظة.